بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله شهادة لا إله إلا الله وما جاء في بيانها، ذكر بعدها وأن محمدا رسول الله، يعني وشهادة أن محمدا رسول الله، فهما شهادتان لا بد منهما، لا تغني إحداهما عن الأخرى، بل لا بد من الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. نعم. قوله: وإن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المصطفى، يعني المختار. المصطفى معناه المختار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. نعم. ونبيه المجتبى، والمجتبى كذلك هو الاختيار، الاجتباء هو الاختيار، اجتباه ربه يعني إبراهيم عليه السلام، يعني اختاره. نعم. ورسوله المرتضى، ورسوله المرتضى الذي رضيه الله سبحانه وتعالى ورضيه المسلمون، فتقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. نعم. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. نعم. واعلم، ولكن الفاظ يؤكد بعضها بعض. نعم. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. نعم، كمال المخلوق هو في تحقيق عبوديته لله سبحانه وتعالى، فعبوديته لله شرف له ورفعة له، ولهذا الله جل وعلا وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبده: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فعبوديته لله شرف له. كذلك كل من عبد الله جل وعلا فإنه ينال هذا الشرف، هذا شرف. وأما العبودية لغير الله فهي ذل ومهانة، فالذين يعبدون الموتى والقبور ويعبدون الأشجار والأحجار والأصنام هذه ذلة، ذلة والعياذ بالله، وليست شرفا، إنما الشرف عبودية الله. ولهذا الله جل وعلا نوه بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبده في موطن الإنزال: وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. كلما زاد كمالا في عبودية الله جل وعلا ازداد كماله ورفعته عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. وهذا عند الصوفية أن المخلوق يبلغ درجة عندهم يخرج فيها عن عبودية الله عز وجل، وهذا غاية الكذب والافتراء والزور، فإنه لا يخرج أحد عن عبودية الله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكل الخلق عباد الله، المؤمنون والكفار والعرب والعجم والجن والإنس كلهم عباد الله سبحانه وتعالى. فمنهم من عبوديته عبودية تشريف وكمال وهم المؤمنون، ومنهم من عبوديته قهرية وليس بها تشريف وهم الكفار. هم عباد الله، لكن هم من أشقى خلق الله بسبب كفرهم وإعراضهم عن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يزعم أنه يبلغ حدا يخرج عن عبودية الله هذا ملحد، وإن كان يزعم أنه ولي لله عز وجل كالصوفية ومن على شاكلتهم. نعم. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. نعم، لأن الله وصف محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات أنه عبد، ووصف نوحا عليه السلام أنه عبد، إنه كان عبدا، ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا عبدا شكورا، وصفه بالعبودية. فلا أحد يخرج عن عبودية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. قالوا اتخذ الرحمن، قالوا أي المشركون والنصارى، اتخذ الرحمن ولدا. فالنصارى يقولون عيسى ابن الله، عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون، المسيح ابن الله. ومشرك العرب يقولون الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهم يقولون الملائكة بنات الله، إن يدعون من دونه إلا إناثا، اللات والعزى ومنات، والملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. سبحانه تنزيه له عن الولد، لأن الولد جزء من الوالد، الولد جزء من الوالد، والله جل وعلا ليس له جزء من خلقه، ليس له جزء من خلقه، والولد شبيه بالوالد، والله جل وعلا لا شبيه له. نعم. بل عباد مكرمون، بل الملائكة عباد لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. نعم. مكرمون،
مكرمون أكرمهم الله جل وعلا بطاعته، فالملائكة عباد مكرمون أكرمهم الله بطاعته وأكرمهم بالقرب منه سبحانه وتعالى وأسكنهم سماواته. نعم، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. نعم، في عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أشرف مقام ووصفه بأنه عبده تشريفا له بذلك. نعم، وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وأنه لما قام عبد الله يدعوه يصلي بالليل في مكة وسمعوا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم فأعجبتهم فجاءوا يستمعون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأنزل الله عليه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وأنه لما قام عبد الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. كل هذا يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. وقال لما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم أنا عبد الله ورسوله. نعم، وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. كذلك في موطن الوحي وصفه الله بأنه عبده: أوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى جبريل كان قاب قوسين أو أدنى، يعني جبريل كان قاب قوسين من محمد صلى الله عليه وسلم أو أدنى من القوسين، فأوحى جبريل إلى عبده أي عبد الله ما أوحى من القرآن. نعم، وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم، وصفه بالعبودية في مقام التنزيل تشريفا له. نعم، وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة بعبودية الله عز وجل، استحق صلى الله عليه وسلم التقديم على الناس لأن الله أضافه إلى نفسه: عبدنا. نعم، وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة، ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يطول الموقف على الناس في المحشر، يطول عليهم الموقف ويشق عليهم الزحام ويشق عليهم العرق، الشمس تدنو منهم واقفين 50,000 سنة وهم واقفون على أقدامهم. عند ذلك يقول بعضهم لبعض: التمسوا من يشفع لنا عند الله يريحنا من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم أبي البشر ويقول: أنا فعلت كذا وكذا، أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، اذهبوا إلى غيري. وكل رسول يقول: أنا صدر مني كذا وكذا، فاذهبوا إلى غيري، إلى أن ينتهي الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونه ويقولون له: أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك يريحنا من هذا الموقف. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها، أنا لها.
فيخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ويدعو ربه أن يريح الناس من الموقف، فيستجيب الله دعاءه وينصرفون من الموقف إلى الحساب وإلى الميزان وإلى آخره. نعم. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. نعم، آخر من يذهبون إليه يتدافعون إلى أن تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها. ولكنه لا يبدأ بطلب الشفاعة، وإنما يفر ساجدا حتى يأذن الله له، لأن الله لا يأذن لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهو يستأذن ربه فيأذن له بالشفاعة. نعم. وقوله: وإن محمدا، هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون: عسى أن يبعث ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، وهو الشفاعة للخلق في أن يريحهم الله من الموقف. نعم. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة، عطفا على قوله: إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول. نعم. الأصل في إن أنها مكسورة الهمزة، مكسورة الهمزة، وهي حرف توكيد ونصب كما هو معروف عند النحويين، تكون مكسورة الهمزة، وأحيانا تكون مفتوحة الهمزة. قال ابن مالك في الألفية: افتح في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حالا كأن كزرته وإني ذو أمل. فالأصل فيها الكسر، وقد تفتح في مواضع، يعني همزة إن. نعم. قوله: وإن محمدا بكسر الهمزة، عطفا على قوله: إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. إيه، معمول القول أو حكيت بالقول، هذا من مواضع كسر، أو حكيت بالقول، وهنا حكيت بالقول. نعم. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. نعم، أهل الكلام أهل المنطق، علم المنطق، وهو علم مذموم، لأنهم استعاضوا بالوحي بعلم المنطق والمقدمات والنتائج وما أشبه ذلك. المنطق اليوناني هو أصله جاي من اليونان، هذا المنطق فهو مذموم، أغنانا الله عنه سبحانه وتعالى بما آتانا من الفصاحة والبلاغة، وأعلى ذلك أن الله أنزل علينا القرآن، فالله جل وعلا رفعنا عن أن نقتدي باليونان وفي غيرهم وفي علم المنطق وعلم الجدل، وأعطانا الله الكتاب والسنة. نعم. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر، هؤلاء أهل الكلام والنظر هم علماء المنطق. نعم. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن المعجزات يقولون ما يكون نبي إلا إذا كان له معجزة،
نعم المعجزات هذه من البينات الدالة على نبوتهم، لكن ليست نبوتهم مقصورة على إثباتها بالمعجزات. فمن دلائل النبوة أن النبي يأتي بما جاء به الأنبياء من قبله ولا يخرج عن سيرتهم، هذا من أدلة نبوته. إذا كان على طريقهم ولا يخرج عن سيرتهم هذا دليل على أنه نبي، هذا من أدلة نبوته. فالنبوة ليست مقصورة على المعجزة، لها أدلة كثيرة، وللبيهقي كتاب اسمه دلائل النبوة. نعم. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. نعم، وليس كذلك، ليست مقصورة على المعجزات. نعم. لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. في خوارق للعادات، منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، فالسحر خارق للعادة وهو محرم، وهناك خوارق للعادات جيدة وهي من أدلة الحق، خوارق العادات، لأن الخوارق العادات إن كانت على يد نبي، إن كان خرق العادة على يد نبي فهو معجزة، وإن كان خرق العادة على يد ولي فهي كرامة، وإن كان خرق العادة على يد شياطين أو سحرة فهي ليست كرامة، وإنما هي إضلال والعياذ بالله، وطريق قبيح. نعم. ولا ريب أن المعجزة خوارق العادات تجري على يد الأنبياء، تجري على يد الأولياء، وتجري على يد السحرة والكهان. نعم. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن هي بعض أدلة النبوة. نعم. لكن الدليل غير محصور في المعجزات. نعم، لهم أدلة غير المعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. نعم، النبوة يدعيها أصدق الصادقين وهم الأنبياء والرسل، أو أكذب الكاذبين وهم السحرة والدجالين والكهان. نعم. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. ولا يلتزم هناك متنبئون ادعوا النبوة فأبطل الله دعواهم وفضحهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم سيظهر بعدي كذابون دجالون كل يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ظهر بعدهم متنبؤون كثيرون وكلهم كذبة، لأن الرسول هو خاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا يأتي بعده نبي. عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، لكنه يكون تابعا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعته. نعم. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. فالكذاب يظهر كذبه وادعاؤه للنبوة أنه كذاب، وفضحهم الله سبحانه وتعالى وقطع دابرهم. وأما رسولنا فأثره باق يزداد وضوحا ويزداد كمالا عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. من المتنبئين الكذبة المشهورين مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وصدقه كثير من أهل اليمامة، وكتب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفين. فكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ نعم، الصادق من الكاذب يظهر حتى في غير دعوى النبوة، يفتضح الكذاب لا يستمر أبدا ويظهر كذبه، فأما الصادق فكل ما تأخر يزيد صدقه. نعم. وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وحسان بن ثابت هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت، فيه آيات مبينة تبين أنه رسول الله، ولكن لو لم تكن فيه لكان فيه ما يدل على نبوته. نعم. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. فلا يلتبس النبي بالكذاب أبدا، ما يلتبس أبدا. وقد قطع الله دابر المتنبئين ولم يبق لهم أثر، وبقيت رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. يكفيك أن الله قطع دابرهم ولم يبق لهم أثر، ولو كانوا صادقين ما انقطع ذكرهم ولا انقطع أثرهم. نعم. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة. راجعوا كتاب النبوات لشيخ الإسلام بن تيمية، كتاب النبوات هو مطبوع وموجود. نعم. والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أمرا، أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. أي نعم، ما يستمر الكذب، ما يستمر، بل لا بد أن يفضحه الله، أما الصدق فإنه يبقى ويستمر. نعم. هذا من علامات الفرق بين الصدق والكذب. نعم. لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور. نعم. كما في الصحيحين: لا يزال الكذاب يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا يزال الصادق يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إيه نعم، الصديق هو الذي لا يكذب، الصديق هو الذي لا يكذب. نعم. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار،
ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني يفضحه الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالصادق تنزل عليه ملائكة، والكاذب تنزل عليه شياطين. هذا من الفوارق. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فالكهان يتلقون عن الشياطين وينزلون عليهم، والرسل يتلقون عن الملائكة وعن جبريل عليه السلام أمين الوحي. نعم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع يعني الخبر، الخبر، وأكثرهم كاذبون. فالشياطين تسترق السمع وتريد أن تأخذ من كلام الملائكة، ويتكدسون في الجو ليستمعوا من كلام الملائكة، فيأتيهم الشهاب، يأتيهم الشهاب فيضربهم ويحرقهم. الشهب التي تنطلق من السماء هذه تلاحق الشياطين، تلاحق الشياطين وتحرقهم. فالكذاب إما أن يدركه الشهاب ويحرقه، وإما أن ينتهي إلى الكاهن ويعطيه كلمة واحدة سمعها من السماء، سمعها من الملائكة، فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق بتلك الكذبات كلها 100 بسبب كلمة واحدة سمعها من الملائكة. نعم. والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء يتبعهم الغاوون، لأن الشعر في الغالب لا يخلو من الكذب، لا يخلو من المبالغات في المدح، ولا يخلو من أمور كثيرة، لكن الله استثنى من الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، استثناهم الله سبحانه وتعالى. نعم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الحين الشاعر يجيب لك أمورا وهو ما شافها ولا راح لهم، لكن يلقيها عليه الشيطان، يصف أمورا عجيبة كأنه طاف الدنيا وهو ما راح ما تعدى بيته، لأن الشياطين تلقي عليهم هذه الأشياء. شعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يجيب لك أخبار دول وأخبار الماضين وأخبار، ما هم من عنده، هذا من عند الشيطان الذي يأتيه. نعم. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا. أي نعم، الكلمة التي سمعوها من الملائكة هذه صدق، لكن يكذبون معها. نعم. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك، وليسوا بأنبياء. نعم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبيئا، وقال قد خبأت لك خبيئا، وقال الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. نعم، ابن صياد كاهن ظهر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول قابله بالتكذيب، ثم أراد أن يمتحنه ويظهر كذبه، فقال له: قد خبأت لك خبأ، يعني اعرف لنا خبأة إن كنت يعني على ما ذكرت، اعرف ما خبأته لك وأخفيته عنك. قال: الدخ. الرسول أخبأ له كلمة الدخان، فهو ما عرف أن يعبر عنها، قال: الدخ. فقال: اخسأ، إنك لم تعد قدرك. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. نعم. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يأتيني صادق وكاذب. قال ابن صياد: نعم، يأتيني صادق وكاذب، وقال: أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان. أرى عرشا على الماء، هذا عرش الشيطان. الشيطان له عرش ويكون فوق البحر ويكون. نعم. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. نعم. فمن عرف الرسول تبين الرشد من الغي، فالغاوي ضد الراشد. نعم. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ من سيرته معرفة صدقه صلى الله عليه وسلم، ومن كلامه ومن تعامله يعرف صدقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن، والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة. نعم. حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. نعم. كل مدع بشيء ليس لا يحسنه، كل من ادعى شيئا وهو لا يحسنه فضحه الله سبحانه وتعالى، حتى في الأمور غير أمور الدين، حتى في أمور الصناعة وأمور الطب وأمور المتطبب، ما هو مثل الطبيب، مدعي للطب وليس طبيبا، هذا متطبب. نعم. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ من أعظم صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج عن سيرة الأنبياء من قبله، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما هناك تفرسات في الناس يعرف بها الصادق من الكاذب. الناس يتفرسون بالشخص ويعرفون صدقه أو كذبه من خلال ما يظهر عليه وعلى صفحات وجهه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. نعم. بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال: لعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، يعني المنافقين. نعم. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل:
ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. نعم. فإن كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ في الأمور العادية يظهر صدق الشخص من كذبه في الأمور العادية، فكيف بأمر النبوة؟ هذا أولى أنه يظهر فيه الصادق من الكاذب. نعم. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته يذهب إلى غار حراء، غار في رأس جبل النور، وينفرد عن قومه، يعبد الله عز وجل ويخلو بربه الأيام، ثم يأتي إلى خديجة وتزوده بالطعام رضي الله عنها. جاءه جبريل وهو في الغار فغطه، يعني نفضه، قال له اقرأ، قال لست بقارئ، ثم نفضه قال له اقرأ، قال لست بقارئ، ما كان يقرأ ولا يكتب. غطه الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فعقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بدء الوحي، هذا ابتداء الوحي. جاءه شيء ما كان، فخاف الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى خديجة أم المؤمنين وهو يرتجف من الخوف، وقال دثروني دثروني، يعني غطوه، لقد خشيت على نفسي. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فاستدلت بصفاته صلى الله عليه وسلم أن الله لا يخزيه. هذه خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، وطمأنته. نعم، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت صفاته الحميدة. نعم. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، تحمل الكل يعني الفقير اللي ما عنده شيء أنت تساعده. نعم. وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. اي نعم. فهو صلى الله عليه وسلم، خديجة استدلت بصفاته عليه الصلاة والسلام أن الله لا يخزيه أبدا ولا يخاف مما واجهه في الغار، لا يخاف لأن له صفات حميدة وسيرة طيبة لا يخزيها الله أبدا. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو فذكرت خديجة ما ينفي هذا وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله سبحانه أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. نعم. وكذلك قال النجاشي رحمه الله لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه: إن هذا والذي جاء به موسى
لا يخرج من مشكات واحدة. نعم، النجاشي كان نصرانيا في الحبشة، كان نصرانيا وملك الحبشة، فلما ضايق أهل مكة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهاجروا إلى النجاشي، وكان نصرانيا، لكن قال إنه رجل لا يظلم عنده أحد، فذهبوا عند النجاشي، والنجاشي استقبلهم، هو نصراني، استقبلهم وأكرمهم وأمنهم، فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قرأ عليه شيئا من القرآن، قال اقرأ علي ما عندك، فقرأ عليه من القرآن، فقال النجاشي: هذا والذي ينزل على موسى يخرج من مشكات واحدة. عرف النجاشي لأنه من علماء أهل الكتاب وعنده عقلية، وعنده قال هذا ما هو من كلام البشر، هذا والذي ينزل على موسى يخرج من مشكات واحدة. نعم. ثم من الله على النجاشي وأسلم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، لما مات النجاشي خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى الصحراء، وصلوا صلاة الغائب على النجاشي رحمه الله، فهو تابعي من التابعين، لأنه لم يره، آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، فمن آمن بالرسول وهو لم يره يكون من التابعين. نعم. وكذلك ورقة ابن نوفل، ورقة ابن عم خديجة، كان من علماء أهل الكتاب، وكان متعبدا على ملة إبراهيم عليه السلام، وكان كبيرا، كبير السن، كان كبير السن. نعم. ذهبت به خديجة، ذهبت بالرسول إليه فقال اقرأ مما جاءك، فقرأ عليه، قال النجاشي: هذا هو الذي ينزل على موسى، هذا هو الناموس، قال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى. نعم. وكذلك ورقة ابن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية. نعم. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. نعم. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ملك الروم اعترف لما بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في الشام، هو ملك أهل الشام من قبل النصارى، قال: هل في هذا البلد من قومه أحد؟ قالوا: نعم. وكان أبو سفيان على الشرك في وقت ذاك الوقت، وكان الذين معه مشركون، راحوا يجيبون يمتارون من الميرة من الشام قافلة تنقل البضائع، قال: هاتوهم لي. فجاءوا بهم وهم كفار، جاءوا بهم إلى هرقل، فأجلسوهم وأجلس أبا سفيان أمامهم، قال: إذا كذب تردون عليه. فسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأمر به وما ينهى عنه، وما فقص عليه ما يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعترف بنبوته، وقال: لو أخلص إليه لحملت عليه، لعملت يعني يخدمه. نعم. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم
فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق قلت والعفاف والصلة. وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتكم ضعفاء الناس يتبعونه أو أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. لا تغدر. تغدر أين؟ نعم. من الغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما فيه قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد
من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، الآيات. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الآيات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته سبحانه في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. قال: وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث، ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان ابن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يكذب على الرسول، مع كفره وعداوته لم يكذب على الرسول. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان ابن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي خافه ملك الروم، سيصير للشأن. إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. نعم، أبو سفيان أسلم رضي الله عنه. نعم. ومما ينبغي أن يعرف، يكفي، نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الطريقة المثلى للدعوة إلى الله لشخص يقول نصراني؟ هل أذكره بالآخرة أم أنني أذكره بالجنة والنار وما فيهما؟ أما الطريقة على حسب حال الرجل وحسب فهمه، خاطبه بقدر فهمه وبحاله، هل هو يحب الخير أو ما يحب الخير، فعليك بالتلطف به ولا تأتيه بالأمور كلها دفعة واحدة، شيء فشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عبودية العبد لسيده فهو يسمى عبد، هل هذه العبودية هنا جائزة؟ عبد يعني مملوك، العبد مملوك، وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فهو مملوك، عبد يعني مملوك. نعم. والعبيد هم المماليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن صياد: إنما أنت كاهن، فهل هذا الكاهن قد أقيم عليه الحد، أم أن الكاهن لا يقام عليه حد وإنما الساحر فقط؟ الكاهن إذا ثبت أنه يدعي علم الغيب يقتل، من يدعى علم الغيب يقتل إلا إن تاب. نعم، لأن الله جل وعلا انفرد بعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الساحر وبين الكاهن؟ اي نعم، الساحر عنده صناعة، السحر صناعة، واما ويش بين الساحر والكاهن؟ اما الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والساحر هو الذي يعمل السحر، يصنع السحر. نعم، بينهما فرق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد عن بعض الصحابة أن ابن صياد هو الدجال، فهل هذا صحيح؟ توقعوا أنه الدجال، وهم أو سأل بعضهم الرسول هل يقتله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل استماع الشياطين ولو لكلمة واحدة من الوحي، هل هذا بإرادة الله عز وجل أراد أن ينقلوها إلى السحرة، ولو أراد سبحانه لما نقلوها؟ لا في شك، ما يقع في هذا الكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى وقضاه وقدره. نعم. ثم يقول حفظك الله ورعاك: وما الحكمة في تركهم ينقلون هذه الكلمة؟ هل هو من باب الابتلاء لمن صدقهم؟ نعم. ثم يقول حفظك الله: وما الحكمة من تركهم ينقلون هذه الكلمة؟ هل هو من باب الابتلاء لمن صدقهم؟ ما تركوا، هم تطاردهم الشهب تحرقهم، لكن قد يفلت بعضهم لأمر يريده الله، حكمة يشاءها الله سبحانه، الابتلاء والامتحان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، شاء ربك ما فعلوا، كل شيء بمشيئة الله ولحكمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل لي أن أختلي وأنفرد بعيدا عن الناس لأجل أن أتعبد الله عز وجل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يذهب إلى جبل ثور؟ ما وصلت الحال إلى هذا، أنت بين المسلمين والحمد لله، أعبد الله الليل والنهار، يشجعونك ويدعون لك، بعد ما أنت بحالة كون الرسول يذهب إلى غار حراء، ما في مسلم ذاك على في ذاك الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يستدل بالهجرة إلى أي بلد كافرة لكنها قد عرفت بالعدل وعدم الظلم، يستدل لها بما فعله الصحابة بالهجرة إلى الحبشة؟ لأنه ما أنا غيرها ذاك الوقت، ما أنا غير الهجرة إلى الحبشة، ولذلك لما انتشر الإسلام وصار دار الهجرة المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة إلى إخوانهم الأنصار لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يهاجروا إلى إخوانهم الأنصار في المدينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كلام هرقل هذا يدل على أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آثر الملك، آثر البقاء في الملك على الإيمان، ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر الإمام البغوي والإمام الطبري رحمهما الله أن ورقة بن نوفل كان صحابيا، وبعضهم أنكر ذلك، فما هو الراجح في هذا؟ ذكر إيش؟ ذكر الإمام البغوي والإمام الطبري رحمهما الله أن ورقة ابن نوفل كان صحابيا، يقول: وبعضهم أنكر ذلك، فما الراجح في هذا؟ النبي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هو ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو آمن بالنبي لكن لم يلقه. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، النجاشي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعتبر من التابعين. نعم. ورعاك الله، يسأل عن ورقة بن نوفل الذي كان قريبا لخديجة. هو على دين أهل الكتاب، على الدين الصحيح، ما هو على دين الكتاب أهل الكتاب المغير، على دينهم الصحيح. ولا ما أدري هل هو
يكون صحابيا أو لا، لأنه ما أظنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المراد بقول أبي سفيان رضي الله عنه ابن أبي كبشة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يلقونه بذلك تحقيرا له، ابن أبي كبشة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب، هل يصلى صلاة الغائب على من صلى الناس عليه إذا كان في بلد آخر؟ من له شأن في الإسلام، من له شأن في الإسلام كالعلماء وملوك الإسلام يصلى عليهم صلاة الغائب، إذا كان لهم شأن في نصرة الإسلام والدعوة إلى الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند ذكر النجاشي هل يقال رضي الله عنه أو يقال رحمه الله؟ يقال رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل صحيح أن أمر الخارق للعادة الذي يجري على يد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى آية ولا يسمى معجزة؟ ما يسمى آية إلا إذا كان معجزة، متلازمات كونه آية أو معجزة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون؟ هذا هو الاستدراج، هذا الله يستدرج الكفار ويعطيهم من كل شيء لأجل يزيد كفرهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم. فضيلة الشيخ، أمس حفظكم الله، هذا سائل يقول: جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل: متى يعلم المرء أنه قد فتن؟ فقال: إن كان ما يراه بالأمس حراما أصبح اليوم حلالا فليعلم أنه فتن. هل هذا خاص بالأمور المجمع عليها أو هو عام حتى في الأمور الخلافية؟ كل ما دل الدليل على أنه حرام ولو لم يحصل عليه إجماع، إذا دل عليه القرآن أو دلت عليه السنة لا يحتاج إلى الإجماع، الإجماع يأتي بعد دلالة الكتاب ودلالة السنة، يأتي الإجماع هو الدليل الثالث والرابع القياس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا سمعت بمنكرات قد حدثت وأنا مبغض وكاره لها ولم أذهب إليه، فهل أؤجر على ذلك وأكون قد أنكرت المنكر بقلبي؟ المنكر بقلبك إذا لم تقدر على إنكاره باليد ولا إنكاره باللسان يأتي الإنكار بالقلب. نعم. إذا كنت لا تقدر على الإنكار باللسان، على الإنكار باليد ولا تقدر على الإنكار باللسان، فهنا يأتي الإنكار بالقلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا شخص قد درست في معهد اللغة العربية بالجامعة الإسلامية وقد درست فصلين دراسيين، هل يجوز لي أن أترجم بعض أقوال العلماء لكي أفيد الناس وأنشر هذا؟ الترجمة لا بد لها من مرجع، تراجع الترجمة، لها جهات تراجعها وتصحح ما فيها من خطأ أو نقص، ما هو على طول الترجم وتنشر على الناس، لا بد تراجع الجهات المختصة مثل وزارة الشؤون الإسلامية عندنا، مثل الجهات الأخرى عند غيرنا التي هي مرجع للترجمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل البرد الشديد القارس يكون عذرا للصلاة في البيت وعدم الذهاب إلى المسجد قياسا على المطر الشديد؟ والله إذا ما كان، إذا كان برد شديد ولا عندك ملابس ولا السيارة تركبها تخشى على نفسك، نعم هو عذر، لكن اليوم الحمد لله
ملابس في الغالب كثيرة، والسيارات متوفرة تركبها إلى المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أستمع للدروس من خارج المسجد مع قدرتي على الحضور، فهل أنال بذلك الأجر أم أن الأفضل هو حضور الدرس مباشرة؟ الأفضل حضورك في المسجد، بيت من بيوت الله تجلس فيه وتستمع لذكر الله، هذا أفضل لك. نعم. فضيلة كان عندك عذر عن دخول المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يكتفى في معرفة العقيدة بالكتاب والسنة دون رجوع إلى أقوال العلماء؟ لا، ما يجوز هذا، لا بد من قراءة العقيدة على العلماء ليشرحوها لك ويبينوها لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا السائل يقول: عندما أنظر في المسائل الخلافية ولا أجد مرجحا لقول على قول، هل لي أن ألجأ إلى مسألة الإلهام والفراسة فأحكم بذلك؟ لا يا أخي، إذا أشكل عليك شيء اسأل أهل العلم بالمشافهة أو بالمراسلة أو بالمكالمة. اليوم الحمد لله سهلت المراجعة وسائل الاتصال، وسائل الاتصال المتيسرة، خذ التلفون واتصل على أحد العلماء. نعم. وهذا أيضا حفظك الله يقول: إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني بحكم شرعي أو بأمر شرعي، فهل لي أن أخذ به؟ لا، الرؤيا لا يؤسس عليها أحكام، ما يؤسس عليها أحكام حلال أو حرام، ما يؤسس عليها إلا على دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أصحاب الفراسة، ثم إنك لا تعرف الرسول، لا تعرف صفات الرسول المميزة، قد يأتيك الشيطان ويقول أنا الرسول ويأمرك وينهى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أصحاب الفراسة ومن يسمى عند العامة بالمري، هل يدخل هذا في علم الكهانة؟ لا، هؤلاء يعرفون الأثر ويعرفون الشبه، هذولا قافة، يسمون القافة، وهم معتمدون عند المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان عندي عمالة على كفالتي، فهل يجب علي أن آمرهم بالصلاة كما آمر أولادي وأكون محاسبا عن ذلك؟ اي نعم، ما داموا عندك ومحلك تأمرهم بالصلاة وتوقف العمل أيضا، تقول ما في عمل، خلاص روح المسجد صلوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الجمعة، صلاة الجمعة، هل إدراكها بإدراك الركعة الثانية؟ اي نعم، إذا كبر مع الإمام وأدرك الركعة، أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت جمعته، كما جاء في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: بالنسبة للمرأة، هل الأفضل أن تحضر إلى الدرس في المسجد إذا كانت تأتي مع سائق لوحدها، أم أن الأفضل لها أن تستمع للدروس عن طريق الموقع؟ يقول حفظك الله: بالنسبة للمرأة، هل الأفضل لها أن تحضر للدرس في المسجد إذا كانت تأتي مع سائق لوحدها، أم أن الأفضل أن تستمع له عن طريق الموقع؟ ما تأتي مع سائق غير محرم لها، ما يخلي خلوة، ما تخلو مع السائق في السيارة، لا بد يكون مع من تزول به الخلوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يعتبر مجرد مروري بقبر النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر زيارة له؟
يعتبر زيارة إلا إذا سلم عليه، يقف ويسلم عليه وعلى صاحبيه، هذه هي الزيارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: إذا لم يسلم على الرسول عند قبره فإنه يكون زار المسجد ولم يكن زار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: يكثر في الأماكن العامة المخالفات الشرعية من اختلاط وتبرج للنساء وعدم التزام الشباب أيضا باللباس الشرعي، حيث يظهرون أفخاذهم أو أنصاف أفخاذهم. سؤاله: كيف الإنكار الواجب في هذا، وما نصيحتكم بطريقة التعامل معهم؟ الإنكار ثلاث مراتب: باليد كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، باليد إن كان له سلطة، إذا لم يكن له سلطة باللسان بالنصيحة والبيان، إذا لم يكن عنده يعني قدرة على البيان باللسان إنه ينكر المنكر بقلبه ويعتزل المكان ويبعد عن المكان ولا يأتي إليه. نعم. انتهى وفقك الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.